الحقيقة كانوا عدة أسئلة اليوم داخل قبة البرلمان على العالم القروي، وتبين من خلال الحصيلة ديال هذه الحكومة بأن ديك الدورية اللي اعتمدنا عليها مع السيد وزير الداخلية الحمد لله راه بينات على النتائج الأولية ديالها، وتبين بأن عدد التراخيص اللي تعطاو هذا العام في العالم القروي تيتجاوزوا بجوج مرات السنة السابقة، فلذلك بدات تفعل رغم كاين باقي واحد شوي ديال البطء في بعض المناطق، ولكن حنا تنواكبوا مع الإدارة المحلية ومع الفاعلين المحليين باش إن شاء الله تفعل بواحد الطريقة أحسن. العالم القروي كذلك تكلمنا على المناطق الهاشة والجماعات الهاشة، واحد 281 جماعة اللي اشتغلت عليها الوزارة واللي تتبين واحد المستوى ديال الهشاشة تيتجاوز 75%، واللي وضعت واحد التصور الوزارة واحد التصور واللي إن شاء الله غادي يتفعل داخل البرنامج الملكي ديال الإعمار في مناطق خاصة الحاوز وتارودانت واللي عانت من الزلزال. والحمد لله كاين واحد مجموعة الإجراءات لتتبين بأن إن شاء الله غادي نوضع حكمة جديدة بخلق الوكالة الجهوية بالتوجيه من صاحب الجلالة، واللي غادي يكونوا داخلها أقطاب مخصصة للعالم القروي وتنمية العالم القروي والإجراءات ديال العالم القروي، وتنتمناو باش هذه الحكمة إن شاء الله تكون وتفعل أكثر مع انتظارات السكينة. كذلك اشتغلنا على البرنامج ديال الدعم المباشر اللي قدمناه وفسرنا اليوم في البرلمان بأن هذا البرنامج جوج النقاط، الأولى تعتمد كذلك على البناء الذاتي وهذا من الخصوصيات ديال العالم القروي اللي ما تيبغيوش الشقق بطريقة تعرفوها في المدن، وكذلك قلصنا من الحد ديال عدد الوحدات واللي غادي يمكن أي مقاول صغير أو متوسط باش يحقق مشاريع داخل العالم القروي في جانب المؤسسة العمومية العمران. اليوم كانت عندنا الأسئلة للجلسة ديال الأسئلة الشفوية، وبين القطاعات اللي كانت مبرمجة هي قطاع السكنة والإسكان وسياسة المدينة، وطرحنا على السيدة الوزيرة طريقة ديال تبسيط المساطر ديال البناء في العالم القروي، وطرحنا عليها الإشكالية ديال هذا تعقيد المساطير وغلاء مواد البناء، وكاين واحد العدد الإشكالات اللي كتدحول دون النمو ديال المراكز القروية، وجبدنا النموذج المركز ديال زومي اللي هو مركز اللي تختار من بين 12 المراكز على المستوى الوطني اللي غيكونوا لي دي بوست ايميرجون. طلبنا منه فين وصل ديك البرنامج. السيده الوزيره صراحه طمأنتنا ومشكوره بهذه المناسبه، قالت لك هي الدراسه ديال لي بو ديال المراكز واجده 12 ديال المراكز اللي اختارت على المستوى الوطني، والدراسه ديالهم واجده وهي في اطار عقد اتفاقيات مع قطاعات اخرى، لان كاين واحد العدد ديال القطاعات متداخله في هذا البرنامج في هذه البرامج ديال هالمراكز الصاعده اللي اختارت على المستوى الوطني. اليوم السيده الوزيره ديال الاسكان وسياسه المدينه واعداد التراب الوطني والتعمير حضرت الجلسه العموميه اللي هي جلسه دستوريه هنا بالبرلمان، قدمت مجموعة من الإجابات على الأسئلة الشفوية ديال السادة النواب مرتبطة بالعالم القروي ومساطر التعمير، مرتبطة بالدعم ديال السكن، مرتبطة أيضا بالقوانين ديال التعمير، بكل صدق يعني نلمس أن السيدة الوزيرة لأنها يعني مناضلة ديال القرب ومارست السياسة يعني من الأرض، وتدرجت السلم السياسي في قراراته ودبرت الشأن المحلي في مراكش، وتعرف جيدا المشاكل التي يعاني منها التعمير والمشاكل التي يعاني منها المواطنين في العالم القروي وأيضا في المدينة. قدمت مجموعة من التصورات ومجموعة من الخطط مهمة. دورية السيد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مع السيدة وزيرة السكنة حول تبسيط المساطر بالعالم القروي حققت نجاحان ولقت صدى طيب وأعطت ثمار جيدة، لكن في سؤالنا وتعقيبنا للسيدة الوزيرة أكدنا أن هذه الدورية لا زالت في حاجة على مستوى التنزيل إلى تعميم اللجنة التي تعقد على مستوى الدائرات الترابية بأن تصبح هذه اللجان تعقد بشكل أسبوعي على مستوى الجماعات والقيادات والقرويات حتى تتمكن من معالجة أكبر عدد ممكن من الملفات والترخيصات.
كذلك المرسوم المرتبط بتسوية المباني الغير مرخصة اللي يعطى واحد الأجل ديال سنتين جداد، وهذا خصنا نردوا البال فيه لأن ماشي غنسويو وفي نفس الوقت ينبت لنا البناء العشوائي. هذه أيضا خطوة مهمة وجبارة من الوزارة ديال الداخلية وزارة الإسكان في إطار عمل مشترك من أجل تجويد السياسة ديال الإسكان. وأهم شيء هو المشروع الملكي في دعم السكن بعشرة المليون اللي عنده أكثر أي شريك أكثر من 30 مليون واللي أقل من 30 مليون يأخذ 10 المليون وأكثر من 30 يأخذ 7 ديال المليون، وهذا يعني دعم اللي غادي يولي مباشر للمواطن واللي غادي يحرك العجلة ديال البناء وديال الاقتصاد. وبعد ركود كبير اللي خلفته الجائحة ديال الكوفيد في قطاع البناء، الآن قطاع البناء بهذه الرؤية الملكية السامية سيستعيد عافيته وسيفتح فرص شغل عديدة في المغرب. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.